مسهم. حياكم الله مشاهدين الكرام ومرحبا تريليون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من التعليقات أقراها يقولون نبدأ بالسلام وهذا شيء جيد أكيد، لكن أحيانا هذا شيء يفوتنا. حياك الله حبيبنا حمد، مرحبا تريليون. مرحبا بزود يا مرحبا. حمد لسيف حمد هي بقول لهم السالفة بعد شوية. مرحبا تريليون منورنا يا مرحبا مليون والساعة المباركة يا أبو شهاب. الله يبارك علاوي ابني كبر وبصف الأول صار نعم. أنت قلت قبل الحلقة بطلع علومك علاوي. أول شيء مشاهدين الكرام بتكلم في هذه الحلقة عن موضوع فاجأني جدا حبيته، قلت لازم أخصص عنه حلقة، اللي هو جواز سفر الفرعون رمسيس الثاني في عصرنا الحالي، جواز سفر صالح شو يسمونه ساري الصلاحية لمدة 7 سنين. لمدة 7 سنوات إيه عادل. بس ليش بس ما سألت ليش طلعوا له جواز؟ بنقول هذا كله، بس أول شيء شو قلت لي قبل التصوير؟ شو قلت لي؟ قلت لي شو رايك اشل شله؟ لا 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 قال ولا ما قال؟ لا عيب عليك، لا مو عيب عليك، عيب عليك انت. طول عمرك سام حبيبي. عندك 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 هذا يعني يا من ايدي من ايدي. شو هالاستكارات الغاويه؟ عفا عليك، ما شيء ذره حراره. هذا شغل ابو فارس ما شاء الله، ما شيء ذره حراره. حلو صراحه علاوي، ترتيب حلو. عفا عليك يا طويل. انا تعرف من وين اشتري الدلال؟ بنطلع من موضوع الحلقه والله العظيم. من السيف جاليري والله، اخرهم الا من النعيريه. من وين؟ من اي محل؟ من النعيرية، الشارع المعين عندهم في النعيرية. شوف نحن بعد ناخذ من السعودية السيف جالري في النعيرية واشحن والله يكفي حق 8 شهور قدام. انت من وين؟ من وين تاخذون دلالكم؟ من الرياض، من الحسا، من كل مكان. وين وين ما يا زين الرياض ويا زين الحسا ويا زين السعودية ويا زين الامارات ويا زين خليجنا ويا زينكم متابعين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة. حمد انا اللي اعرفه اللي يقول شيء يكون قد كلامه صح. ريال عندك صح. بعض الناس قالوا بيسمعونا شله. شوفوا يا ناس، هاي لا تصدقون، هاي لا تصدقون والله العظيم. وهذه نعمه احنا يقولون لي لا تقول هذه نعمه، انا اسف انك قلت بسمعكم شله، او شو رايكم بسمعكم شله. زي انا قصيت عليك، انت ليش صدقت؟ لاني مؤمن بقدراتك الجميله. لا 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 تؤمن في هذه. ترى غنيت في المطبخ. شفت حلقة المطبخ؟ شو رايك فيها؟ غنيت عندي احساس راح انساك. يلا سمعني شله، ما ببدا الحلقة لين ما اسمع شله. والله والله ها اني ما اسمع شلات مول عشان لا اكذب عليك. وهذا الشاهي وايد يشبه الشاهي العراقي الثقيل. والله رائع يعني، حبيته مش اني انقد والله العظيم. شو زين شو ما نكمل في شيء؟ حاطين لي شيء في الشاي؟ لا 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 ما في شيء. شارب شاي عراقي من قبل؟ خدري الشاي خدري نفس الطعم. عيوني المنى خضرة. يلا سمعنا زين. تحية للعراق أكيد، للشعب العراق وحبايبنا في كل مكان في العراق، في كل مكان. شعب رائع، شعب طيب. طبعا شعب حبيب. شفت معلومة اتفاجأت عنها، أن الفرعون المصري رمسيس الثاني اللي يقال والعهدة على الراوي أنه فرعون موسى عليه السلام. صحيح، بنتكلم في الموضوع. شفت أنه عنده جواز صادر من حكومة مصر، موقع من رئيس مصر وقتها محمد أنور السادات. اتفاجأت جدا، دخلت أشوف. تشوفون على الشاشة مشاهدين الكرام حاطين صورته في الجواز، حاطين الاسم، الصفة شو كاتبينها؟ ملك مصر السابق. ملك مصر السابق صحيح. شدني الموضوع، لكن قبل ما نتكلم شو تعرف عن هالقصة؟ قصة الجواز؟ الجواز هذا عشان يتنقل من دولة لدولة في المتاحف. الريال ميت من 3000 سنة، كيف يتنقل؟ عادي عشان يتنقل في المتاحف. برافو عليك، يعني قريب جدا من الصحة. بقول لكم هذه المعلومة، بس شو اللي أكد لك أنت شخصيا؟ أنا لما قلت فرعون موسى أنا قلت احتمال، أنت قلت نعم. ليش؟ لأن رمسيس الثاني هو رمسيس الأول اللي قبله. هي إيش دراك إن فرعون موسى عليه السلام؟ ترى قرينا عنه. شو وين قريت عنه؟ قرأت عنه في النت. إنه هو هذا رمسيس الثاني. هو فرعون موسى. لا شو الأدلة إنه هو؟ ولا أقطع كلامكم، لكن الدليل وهذا والله هو أعلم، إن الله سبحانه وتعالى خلى فرعون هذا بعد ما مات إن الجثة ما تتحل. عليك إنه يكون دليل. فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أنا من زمان من زمان سمعت إن جثمان، خل أقول أو مومياء رمسيس الثاني موجودة في متحف القاهرة في التحرير. لا قبل قصة الجواز، في ميدان التحرير، وأنا كنت ساكن في رمسيس هيلتون. بين رمسيس هيلتون ومتحف القاهرة عبرت شارع فقط،
فهاك اليوم قايم الصبح رحت وشفته موجود مثل ما هو، وفعلا تذكرت الله سبحانه وتعالى لما يقول فاليوم ننجيك ببدنك. هذا الشيء خلاني أؤمن وتزيد نسب اعتقادي أن فعلا هذا هو فرعون موسى عليه السلام. مش معنى هذا الوحيد اللي موجود من بين مش كل الفراعنة، من بين كل البشر اللي عاشوا في هذه الفترة؟ لا يعني الله عشان يخليه عبرة للجميع ترى. نعم نعم. قال أنا ربكم الأعلى بعد ما تبغى يكون عبرة. إبليس استحى. قالوا إبليس نزل الرأي. يعني ما لقى يقول غير أنا ربكم الأعلى. استغفر الله العظيم. الملك رمسيس الثاني حكم مصر 68 سنة. في الفترة من 1279 قبل الميلاد، ولما نقول ميلاد يعني نقصد ميلاد عيسى عليه السلام، إلى 1213 قبل الميلاد، والمخلد اسمه على الآثار في شتى أرجاء البلاد، ما زال اسمه يتردد في بقاع العالم حتى اليوم في عصرنا الحديث هذا. تعود أحداث قصة إصدار جواز سفر الملك رمسيس الثاني عام 1976. شو القصة؟ ليش طلعوا له جواز؟ عشان يتنقل المتاحف. عشان مو بيتنقل في يودون المتاحف. كلامك نسبة كبيرة منه صحيحة، برافو عليك. حين لاحظ علماء الآثار ظهور فطريات على مومياء رمسيس الثاني، مما استدعى إرسالها إلى فرنسا لمعالجتها من التلف، الأمر الذي لم تقبله مصر في البداية، لكن في النهاية وافق الرئيس محمد أنور السادات بشرط ألا يتم عرض المومياء في متحف أو أمام وسائل الإعلام أو التلفزيون. والله هذا الفرعون مالنا، هذا ملكنا احنا، كيفنا يعني يتعالج في فرنسا لكن ما يعرض اي مكان. ما حسيت ان اسم فرعون يتردد دائما؟ يعني حتى يوم يقول لك، حتى في المثال يقول لك يا اخي لا تصير لي فرعون، خليك جبروت. جبروت واحد يقول انا ربكم الاعلى، واحد قال يا هامان ابني لي صرح لعلي اشوف اله موسى. يعني يبقى دري للسماء عشان يتحدى الله، استغفر الله العظيم. يعني فالجبروت وهذا كله، بس منو اللي يقدر عليه؟ منو اللي داهن سيره؟ صح، هامان. ما يقول لك على هامان يا فرعون. فرعون يقدر على كل حد العالم. انزين، تعود احداث القصه قلناها، واصدرت مصر انذاك جواز. ترى للحين ما جت للسالفه، انا بقول لك كيف استقبلوه في فرنسا. ذهلت يا رجل. اصدرت مصر انذاك جواز سفر للفرعون باسم رمسيس الثاني مواطن مصري، الصفه ملك مصري سابق، وفقا لصحيفه نيويورك تايمز. وأرجحت التقارير وقتها أن السبب وراء ذلك هي القوانين الفرنسية والمصرية اللي تحتم على كل من يدخل أراضيها، إن كان فرنسا أو مصر، حي أو ميت، لازم يكون عنده جواز باسبور. إنزين، لتغادر المومياء لأول مرة في تاريخها على متن طائرة عسكرية فرنسية خاصة في رحلة أشرفت عليها كريستيان ديروش اللي هي مديرة القسم المصري بمتحف اللوفر. هذا إلى الآن تمام، طلعوا له جواز سفر وحطوا صورته وكتبوا مواطن مصري الصفة. إنزين، كيف استقبلوه في فرنسا؟ استقبلوه طال عمرك في وقتها الرئيس الفرنسي شخصيا استقبله عند باب الطيارة، التابوت فيه المومياء، أقاموا مراسم استقبال الملوك. الله. وأطلقت 21 طلقة من المدافع في الهواء، وعزف السلام الوطني المصري، وعزف السلام الوطني الفرنسي، وعزف سلام خاص عندهم في فرنسا للترحيب بالملوك فقط. وتم استعراض حرس الشرف وهم ماسكين، تشوفون صور مشاهدين الكرام، السيوف والأسلحة والسجادة الحمراء، وكان استقبال عظيم بما تحمله الكلمة من معنى. هل تتخيلون أن شخص ميت من 3000-4000 سنة يتم استقباله في العصر هذا اللي احنا عايشين فيه بهذه الطريقة؟ لا الصراحة معلومة أنا تفاجأت منها على استقبال هذا اللي استوى وكل هذا الترحيب. أنا لما شفت، لما قريت المعلومة على طول دخلت أتأكد، حصلت الفيديوهات موجودة، حصلت يعني قلت يمكن الناس تبالغ شوية، حصلت كل شيء موجود. شيء رائع الصراحة، وشيء أكثر من رائع. رمسيس الثاني أكثر الملوك شهرة. الحمد لله على نعمة اليوتيوب. الحمد لله على نعمة اليوتيوب. نعمة اليوتيوب. وهو الملك الوحيد اللي طلبت موميائه للسفر إلى فرنسا، واستقبلها مثل ما قلنا الرئيس الفرنسي شخصيا في المطار من بطارات الخاصة، وأطلقت على شرفه 21 طلقة بالمدافع، وعزف النشيد الوطني المصري والفرنسي، وتم استعراض حرس الشرف بالسيوف والأسلحة. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد. السلام الوطني المصري طبعا، تحية حب لمصر. يعني في علم كامل يدرس في الجامعات اسمه علم المصريات، يختص في القدماء المصريين وفي المومياء. يا أخي دولة عظيمة، حضارة،
تعرف حمد ولا يهون علي، الدولة الوحيدة في العالم اللي ذكرت في كل الكتب السماوية، القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل بالاسم، مصر. مصر والله هذا يدل على حضارة ويدل على كونك مصري. تاريخ. أنا مش مصري وأحس أني مصري، أنا أنبسط لا سمعت كلمة مصر. كيف أنت المصري لما تسمع هذا الكلام الرائع عن بلادك؟ شو رأيك في مصر؟ أخي مصر أم الدنيا. طبعا قالوا لك إياها كلمة واحدة بس، كلمتين، أم الدنيا. أم الدنيا لا تختصر. على طاري أم الدنيا، عندي صديق مرة فقال لي يبا يودي أمه العمرة وكذا، وقلنا له فارق طيب، فبغينا اسم أمه أساس نبدأ نجهز بعدين بنطلب حق تأشيرة، صورة الجوال، صورة شخصية. شو اسم أمه؟ تحية حب حبيبي ميدو. شو اسم أمه؟ لا مصر. في على فكرة شفت أولاد أساميهم مصر، وشفت بنات أساميهم مصر، شفت يعني. اسم أمه أم محمود. أم محمود، الاسم أم محمود مش الكنية. الاسم أنا اسمها أم محمود. أحيد يوم طرش حق طارق قال أنا سمعت الاسم الرسمي. فرديت كلمته قلت له حبيبي لا، اسم الوالدة. اسم الرسمي. قال لي لا أم محمود. قلت له لا لا، أنا أمي أم طارق أعرف يعني، بس إن الاسم الكريم. قال والمصحف أم محمود. قلت الحين هذا الحين يستهبل علي ولا استهبلت؟ اتصلت به يا حبيبنا شو الوضع، شو اسم أمك يا أخي، تستحي ولا؟ قال لا والله ما استحي، اسمها أم محمود. قلت له شوف في بعض الناس إلى الآن يستحون من اسم أمهم، مع أن هذا شيء يشرف وما في عيب يعني في النهاية. صحيح. قال لي يا أخي اسم أمي أم محمود. دقيقة بصور لك في الواتساب صورة جوازها وبرسلها. أرسل لي اسم أمه أم محمود، فسألت على القصة. فقبل من زمان يعني، أمه كبيرة جدا في السن الله يحفظها ويطول عمرها، تحية لإسكندرية كلها حبايبنا بحري، كبيرة في السن. فقبل تعرف ما يعني في بعض الناس قليلين تعليمه وكذا، فيسمونها أم فلان. قال لي تبى تضحك؟ قلت له قول. قال أختها شو اسمها؟ قلت له قالوا ام عبد الله. قلت له ما يصير. قال والله سمع. قلت له سمع كيف ينادون بعض؟ أم محمود أم عبد الله. قلت له زي كيف في عرسهم في يوم العرس؟ كيف عرسهم عبد الله وماشي عبد الله؟ فتحية حب أكيد لأم الدنيا بكل طوائفها، بكل مذاهبها، بكل مدنها، بكل قراها. أنا مصري وأبويا مصري، بسماري ولوني مصري. تحية حب لمصر أم الدنيا. والله شو ما قلنا عن مصر، أنا أبتسم يا أخي، أحب هذا الشعب. شعب وهو متضايق مبتسم. لو شو ما قلنا يعني عن مصر احنا مقصرين. تحية حب وتقدير اكيد واحترام لأم الدنيا. في قصيد لما في قصيد شعراء مصر الرائعين طبعا، شعراء كبار كلهم، تحية حب. شو بتسمعنا؟ بسمعكم اليوم قصيدة يا قوة قلبك محمد بن فطيس المري. يوم يقول يا قوة قلبك على صده ويا صبرك، يا وسع صدري على صدك ويا صبري، يا صبري ويا طول عمرك بذاكرتي ويا كبرك، ويا شيب عيني بشيب عاد ذا كبري. كبري طبري. والله لو نحمل صبري فوقك انت برك. والله ولو تعذر منتب على خبري. كبري. ان ما جبرك الغلا ما اقدر على جبرك. جبرك. يلي على الارض لوفه ما شبرك شبري. شبري. تزعل وترجع وتلقاني على خبرك. خبرك. وانا انكسر لك واجيك وادور الجبري. جبري. طيفك وذكراك طيلة غيبتك سبرك، وشوقي لشوفتك طيلة غيبتك سبري. أمحق وليفن ومحبة ولا أقول أبرك، حسبي عليك وعشقك وانت تحفر قبرك. سلامتك الله. صح السلام بن فطيس وصح القائك، الله يعطيك الصحة والعافية. لك في القصيد لما لك في القصيد؟ لا والله بس تسمع متذوق. أسمع يعني، أسمع القصيد لكن ما أحفظه. الله يعطيك العافية. من الأشياء اللي أنا أحبها، سألنا عنك المحبوب وينك؟ وينك؟ هذا أنت يوم تغيب أتم أنا حزين وأقول هالقصيدة. يلا سألنا عنك المحبوب وينك؟ وينك؟ ترى المحبوب تذكره الحبايب، حبايب. وأنا في حقي الواضح بدينك، شباب ولو يصير الرأس شايب، شايب. نهارة ودعك تشر يدينك، يدينك ودمعك فوق خدينك صبايب، كما القنديل يضوي لي جبينك، وعلى متنك تحدرن الذوايب. ألا يا صاحبي يا كثر زينك، ألا يا صاحبي يا كتر زينك، يغارم منك حلوات القرايب، ولا يا زينتك حيلك العينك، رسمته بالعيون ام المصايب. الا يا زينتك حيلك العينك، رسمته بالعيون ام المصايب، ودافع عنك لو حاضر شو يقولك في شطر، رسمته بالعيون ام المصايب. الا يا كثر ناس عاشقينك، ولكن وصلنا ينهي الطلايب. صح لسان كاتبها. قف قف قف. صح لسان الشاعر وصح لسانه. صح بدنك يا حبيبي، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يسعدك. لي واخر قصيده ثانيه انا اقول لك، احد لنا قصيد يا اخي انت. ولا بتشلشل؟ لا لا اغنيه نشيده. هاك اليوم منزل في سناب شات طلع البدر علينا جزاه الله خير، كلمته قلت له شو الطهري
شطاري شفته قابض خط طويل ومشغل طلع البدر علينا شطاري. شو كانت بلغ العلا والله العظيم طلع البدر علينا. زين كانت بلغ العلا انشودت مصطفى ربيعي قاعد يا اخي شو بقول لك السالفه. كل ما قالوا لي شيء قالوا لي يا اخي انت ليش تصور اغاني ليش تصور اغاني ليش تصور اغاني. كان اقول والله اليوم ما اصور غير انشوده دام انا رايح دبي وقابض هالخط الطويل ما بشغل غير هالانشوده. وشغله بلغ العلا بكماله عن الرسول اللهم صل الله وسلم الله عليه. وسبحان الله طرى في بالي وصورتها صورتها والمقطع اللي عقبه دايركت من الانشود الاولى اللي طالع البدر علينا. فانهم يسالوني بعدين يوم دخلت اطالع الكلام كان يكتب لي نفس الرجال اللي كتب لي ليش انت تحط اغاني كان يكتب لي ارجع الاغاني احسنك. على فكره احنا يمكن لان حافظين طلع البدر علينا من يوم صغار ونعرفها. اتكلم عن نفسي قد لا نكون اتمعنا بالكلام صح كلامها مذهل صحيح. كقصيده كلمه كقصيده طبعا تعرفون سببها كلكم والله يقال ان في يقال ان في سببين والعلم عند الله. السبب الاول لما هاجر الرسول من مكه الى طيبه المدينه المنوره استقبلوه شالين يريد النخل وينثرون ورد وهو ماشي في الناقه اللهم صل وسلم عليه. ويوم يبون يشلون الناقه تعال بيتنا 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 قال لا دعوها فانها مأمورة. تعرفون القصه هذه روايه. الروايه الثانيه يقولون لا لما الرسول اللهم صل وسلم عليه راجع من غزوه تبوك قالوا انا ما اعرف الصراحه بس احنا اللي قالوا لنا اياه واللي درسوا لنا اياه لما الرسول هاجر من مكه الى المدينه كلامها حلو صح كلامها طلع البدر علي. شوف التشبيه ها بالقمر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع مرحبا باحمد محمد. طويله يعني رائعه رائعه انا من عشاق بس لازم تحط لهم المقطع اللي يقوله مصطفى صوته وايد حلو فيه متشرف الساعه المباركه مصطفى ربيعي وهو يقول طلع تعرف انت شخصيه الله حق شفته في دبي مع ريال من الشباب من وين هو عراقي ونعم تحيه للعراق حبايبنا والعراقيين كلهم مبدع تحيه حب له اكيد وتحيه حب لكم كلكم الله يسعدكم. اتفاجأت لما قلنا لك عن موضوع الحلقه بنتكلم عن جواز الفرعون اللي صادر في العصر اللي احنا عايشين فيه. لا ما تفاجأت؟ لا لاني قريته. لا قصدي يعني كان شيء مألوف شيء غير مألوف شيء غريب ولا عادي شيء غير مألوف واستانست ان انا اللي بتكلم يعني انه حافظ عندي معلومات. الله يسعدك يا حبيبي. شو رايك في الموضوع هذا اللي طرحته؟ والله الموضوع الصراحه غريب وجذبني اني اعرف شو الموضوع او شو اللي صاير وليش يعني ليش طلعوا له جواز وشو القصه. وصراحه استفدت من المعلومات اللي ذكرتها. الله يسعدك. نحن هذا برنامجنا يوم بنسولف في كوره يوم في قصيد يوم في مواضيع كل مره سالفه ورا سالفه. والاهم من هذا كله اني اعطيكم فرصه انكم تشوفون هالوجه السمح هذا اهم شيء انتم المشاهدين. انا بترخص بدون بلوك بدون ديليت اسولف معاكم القصد شوفتكم والله القصد السوالف والاخذ والعطاء. على فكره ناوي اروح السعوديه ناوي اسجل من هناك ان شاء الله مع شباب وانت دام انك من محبين السعوديه تخاويني ان شاء الله تعالى ان شاء الله باذن الله. المباركه ولا يهون حمد ويانا ان شاء الله تعالى ان شاء الله. لكم الحب لكم التقدير لكم الاحترام لكم حبه خشم لكم كل ما هو جميل في هذه الحياه. شكرا على المتابعه. بتحصلون ارقامنا الحين طالعه تحت الشاشه تحت الشاشه كيف اخويا تحت الشاشه لا في الشاشه على الشاشه على الشاشه كيف يعني كيف على الشاشه انا على الشاشه يا اخي ما عليه ما عليه اصبر انت خليها المره اذا ما حصلتوه دوروها في الارض والله سامحوني زين بتحصلون الارقام طرشونا مشاركه بس شلونك الحلو اليوم ما عرفتك والله يا ما عرفتك الله يسعدك لا تسوون لا لايك ولا شير انا راضي اليوم مره الهيان قلنا له الله يذكره بالخير امسي عليه ومسي على الشباب كلهم قلنا له قول حق الشباب اللايك وهذا قال سووا لايك وانفولو وسبسكرايب قلنا له ليش انفولو سووا فولو الله يسعدكم. وانا دائما اقول اللي بيقدم معانا ويكون متواجد معانا مرحبا تريليون ان كان في عزبه علي الله يكثر خيره ويطول بعمره اللي فاتح لنا قلبه قبل ما يفتح لنا عزبه طويل العمر وانت تامر امر المكان مكاننا والعزبه رائعه واكثر من رائعه قردنا عشان يعطيني اياها عشان اجيب عيالي تامر امر والله انا دارك بدون ما تقول ما في شك يا قلبي ما في شك. اللي حاب يحضر التصوير معانا اللي حاب يسجل فيديو يرسل لنا واحنا نعرض اللي عنده قصيد شو ما في خاطركم البرنامج برنامجكم. اختم اخويا وشكرا جزيلا لكم ومشاهده ممتعة بالله خلاص يعني خلاص شكرا الله يعطيكم الصحة والعافية الله يحفظكم يا رب نشوفكم على خير في
We'll be right back.